فرحان والله الا فرحان علاش تعاونوا مع خوتنا هذا أه. انت قلت لنا خدامين في النظافه عندنا ولادنا عندنا كل شيء يخرجوا يخدموا في الضحايا يخرجوا مني علاش قلت شوف هذا الشيء هذا ودخلينا حنا هذا الشيء هذا راه الشيء يتزاد فهمتي كيفاش اللهم كان نجيو نجمع هذا الشيء ولكن كنطلبوا المواطنين تعاونوا معنا خصكم تعاونوا معنا علاش حنا نجمعنا هذا الشيء في حديقه السيد حق نفس البلاصه نمشيو نجمعوا نجمعوا نرجع كيف ما كان علاش نجيو تا هما وحتى لعبنا بالبرميل ولهم يخرجوا البرميل يخرجوا الزبل ديالهم يسيبوا تا هما يتعاونوا معنا اخي تا هما اخي شغنقول لك ربي هو اللي كيحفظ فهمتي كيفاش زمننا خاو ديالها نخدموا انا علاش جينا كتشوف بعينك كلشي سمحنا بهذا الشيء هذا راه زاد كورونا ما تبقاش اي كورونا فهمتي كيفاش كمواطن فهمتي كيقوم بواحد العمل وطني بحال جميع المواطنين فهمتي لان الانسان اللي كيحب الوطن ديالو ضروره كيضحي فهمتي الانسان خصو يضحي من اجل الوطن ديالو فهمتي على ولادو على عائلتو على حنا مضحيين كاين ناس اخرين عاوتاني مضحيين كيضحيو عاوتاني كاين اللي مضحي كاين اللي مسافر كاين اللي معيشي مع والديه كل واحد والمواطن خصو يساعد في هذا الشيء ديال النظافه لان يدو حدا ما كتصفقش فهمتي لان انا هزيت هذا الشيء من هنا مثلا تهز هذا الشيء من هنا غادي يجي واحد اخر غادي يسيبه في الارض راه ماشي معقول الانسان خصو يوعى لان ما بقيناش في واحد الوقت ديال شحال هذه الانسان راه كيتطور فهمتي الامور كتطور هذا القرن 21 الانسان راه ما بقاش بحال كل شيء قاري دابا كاين الانسان مثلا عنده 70 عام وكتلقى عنده الشهاده مثلا ديال البكالوريا وكذا الانسان الوقت راه ماشي هو الوقت هذا حيدا اخر شنو نعملوا اخي غادي ما نعمل ومن الزوج مرات واش الستة واش السبعة واش الثمانية واش ثلاثة الليل شنو نقول لك اخي العزيز الرسالة الله يهدي ما خلق والصلاة على النبي والله يجعل الله ينصر سيدنا والله يحفظ الشعب المغربي كذا وكتجينا بشكل خلي وليداتنا اذا جالسين مساكن وحنا كنخرجوا وندوروا في يد الله والصلاة على النبي يا والله كنخليهم مساكن واجب علينا واش نعملوا حنا خدامين داروا الواجب ديالنا الله يرحم